FM. الكلمة ليك. ضيوفنا الليلة يسرى مسعودي، مرحبا بك مرة أخرى. شنو أحوالك يسرى؟ والله لمبيس. حضرت روحك للأسئلة اللي سألتهم لك بكري في الأوف ولا؟ أنا ما نحضرش، كي تسألني نكون سبونتاني خير من نحضر. ولا أنا نحضر مالي مصطنع. في بالي مصطنع، جوستو مصطنع، بعد شوية تنعرفوا مصطنع ولا مش مصطنع. وضيفنا اللي جاب حذانا توا بعد رحلة طويلة اللي خرج من قبل المغرب، بلال الباجي مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل، صحة شيبتكم اللي يسمع فينا توا على راديو كاب اف ام. مرحبا حسام، مرحبا الناس الكل. لا با دو تو، بلال الباجي. أول حاجة عملها بلال كي دخل حط الكاسك. ريفلكس صفا بلال. والله الحمد لله. اليوم مش نحكيو معك بيان سور على زوز مسلسلات، زوز بطولات، الأكابر والوردة وكتاب بيان سور، ومش نحكيو معك زاد على كارير كإعلامي كمذيع بعد رحلة مع الإذاعات. مش نسألوكم بعد انت وين توا في الإذاعات، ومش نحكيو زاد بيان سور على النشاط الفني نتاعك عموما. نحب نرجع قبل اليسر على الأسئلة هذوك قبل ما ننساهم، قبل ما يقدمك أسامة زاد بالطريقة نتاعو الخاصة، هل ظلم يسرى المسعودي في الزوجة الخامسة؟ والله مادام انا توصلت بليل يسألني قالي انت تفرجت في الزوجة الخامسة سمحني ماني سيء مش بالعان شنو تحبني نجاوبك انا بعد سؤال بليل؟ ما لا يظهر لي تظلمت ابار هذاك، تظلمت زاد حتى من تقنيين، من ديزاسيستون، من عباد خدمت في التلفزه. ما عادش عيطوا لك يعني بعد الزوجه الخامسه الممثلين كل خدموا. معنى نتذكر انا في الزوجه الخامسه تعرف خالد هويسة. خالد هويسة اليوم ياخذ في ادوار بطوله، علاش يسرى ما خدتش ادوار البطوله جوست بعد الزوجه الخامسه؟ شوف، هي بطوله مطلقه ومن بعد ما تمشيش، ما عرفش، سي با فاسيل. بون ابار اللي فما حاجه انا بدي مش فهمتها وما نحبش نحكي فيها، رغم انها تافهه على الاخر، ما نحبش نحكي فيها. ربي سامح اللي كان سبب، انا واحده من الناس مسامحه. بالنسبه للعامين هذوما بعد زوجه خمسه، انا بالحق ما لوشتش وما مشيت عملت كاستينغ ولا حاجه، بورتون مشيت وسافرت ولقيت خدمه في مصر وخدمت خدمه صغيره ورجعت، وفي تونس ما شفتش، ما لوشتش جملة بالكل، خاطر حبيت نتخصص في المادة العالية في المسرحي. وانت تعرف اش معناه كي توصل تقرا في الفاك في اللي زاد ما يخليوكش تخدم، معناه انا سنة خدمت وصارت لي برشا مشاكل. على ممنوعين باش تخدموا؟ ممنوع، يقول لك انت مصح كونترا، ورغم اني انا ماني مصحت على حد شيء، يقول لك مصح اول ما تدخل هذاك اللي قاليزي في البلدية انك ممنوع باش تخدم عمل مسرحي ولا عمل تلفزي. وابار هذايا انت تعرف اللي زاد هما متعقدين من التلفزة، وهذه غلطة الحكاية، ما عندها حتى معنى. شنو انت تقرا في اكاديمية تاع فن وممنوع باش تخدم من برا؟ معناها هذاك تكوين موازي بيان سور، التكوين نورمالمون اكاديمي نتاع فن نتاع مسرح، هي فاك نتاع فن، لا يلزمهم في اقرب وقت يراجعوها الحكايه هذه، خاطر ما عندها حتى معنى. حتى معنى ومتعقدين ويسمعوا بيك، سامحني معناها حتى كان يسمعوا فيا، يسمعوا بيك انك تخدم في تلفزه، يقسيوك سوا في نوت والا جمله ما تعرفش بيك، ما تلفت لكش. بلال عندك اي هذا موضوع ديجا معناتها تحط على الطاوله في 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 برشا 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 حاجات. اللي زاد معناتها كيما انا نقول بيرسونيلمون، معناتها نقول راهو جروب فيرمي، ولا غالب المونتاليتي هذه ما جاتش من توا، معناتها من الجيل هذا، جات من الجيل القديم اللي مازال قاعد يقري في ليزاد، اللي هو عطى المونتاليتي هذه للجيل الجديد وقاعدين ماشيين بها الحكايه. معناتها هما عندهم هما كلون كوميونيتي وحدهم، فهمتني؟ ما لازم حتى حد يدخلهم. مش صحيح برشا، مش صحيح برشا. انا عندي شكون من ليزاد، انا عندي زاد شكون من ليزاد جاي وحكي لي فيه الموضوع هذا وقال لي بالحق موجود. اما ممكن كان حاجه انت ما نعرفش كان تحب توا تذكرها، ولا ليزاد مسكره انا مش نعدي نحكيو فيهم بعد واللي الوزاره مسكره الفاك. نورمالمون انا اليوم نعدي معناه باش نحكيو فيه الموضوع هذا، خاطر فريمون موضوع للنقاش. لكن اليوم الممثلين فرضوا رواحهم سواء من ليزاد ولا من خارج ليزاد، الساحه هي اللي تحكم. من بعد ثم المسلسل ولا الفيلم كي يتعدى ولا المسرحيه هي اللي باش تحكم على الممثل، خاطر ماكش باش تطلع زاد في التلفزه وتكتب ورقه تقول انا من ليزاد ولا من غيره. نقول لك حاجه حسام، مش ان فو بروبليم، وانا صريحه برشا. انت هربت بيا من السؤال نتاع الزوجه الخامسه ومشيت تحكي لي على ليزاد. انا صريحه برشا في حياتي وعارفه اللي باش يجي نهار باش ناخذ فرصتي وباش ناخذ الرول اللي باش ينجحني واللي باش يعمل لي الاسم اللي نحب عليه. ما نعرفش، يمكن اي عمل تحط فيه ما ياخذش حظه، بتتخذ هذا حظ. انا التمثيل امنت به انه زهر، تلوج ما تلوجش، تاخذ رول كبير تاخذ رول صغير، ها زهر. أكبر مزهار بلال الباجي، أكبر مزهار بلال الباجي ديجا يعمل في السيلفي توا. ولا مش نمشي عليهم زهار وزهار، وباش يجي نهار باش ناخذ الرولين نحبوا واللي باش يعمل لي
ولي باش ينجحني ولي باش يعمل لي اسم ولي باش يفرضني كممثله باش يجي ما جاش اما باش يجي ماشي يجي متاكده يسرى اللي باش يجي الرول هذا ان شاء الله اثناء في ورده وكتاب يكون الرول دو تافي معناها تكون انت فريمون الاقلاع كيما نقولوا احنا في المجال الدرامي سورتو التلفزه مهمه ياسر هي اللي تعرف الممثل نمشي مع بيلي سينما زاد ان شاء الله تجيني فرصه ما عندناش برشا سينما ان شاء الله على فكره ما عندناش سينما كبيره في تونس معناها سينما هكا ضيقه هكا اكسبيريونس نجم تنفعك حتى ولو ما تنجحش تنفعك بيان سور انا حبيت نسالك قبل ما تسالني انت خلي اسامه يعمل البورتري نتاع بيلال بيجي يلا اسامه بيلال بيجي البوغوس الضحك الفذلاك حياته كل مبنيه على الصدفه من الكندا لتونس من مانجر دي فورماسيون شمس افهم الحنابال لين تعدت الايام وكتب المكتوب ولقى روحه يمثل ولليوم قاعد يقدم ويتعلم من برا ظاهر حنين ومن داخل يحب شكون ديما يسال عليه البنات الكل هي بيه وشكون الطفله اللي تنجم تكبش فيه لا في مسلسل ولا في الدنيا بلال اللي ولا يسكن في الحمامات مرحبا بيك في الكابون مرحبا بيك بحثنا عايشك ميرسي بوكو شنو تبجعت حسيت ما تبجعت ليه ما تبجعت ما فهمتش اش معناتها البنات الكل مكبشه فيه يحكي عن المسلسلات تفهموش بالغلط فهمتك واضح كان على المسلسلات ميرسي بوكو خاطر يجيو ميساجات اسامه معناها بورتري مزيان اسامه يعطيك صحه باهي شنو لازم نعمل فما صدف فما صدف في حياتك حاب نسالو جوست لهنا بلال فما صدف في حياتك هي اللي كما قلنا من بكري على حكيت على الحظ ولا الزهر بلال بيجي مزهر بلال بيجي مزهر اي مزهر اي مزهر الحمد لله الحمد لله وخدم مزهر وخدم برشا اي خدم وذكي وذكي يعرف يختار يعرف يختار ونخليكم كم كم لا لا سبعة تعرفوا في الميجا أكثر مني شكون مش ذكي معناها لا لا سبعة ذكي الحمد لله ما ذكي الحمد لله سبعة هاني بحذاك توا ما مزهر مزهر هذاك علاش اليوم نلقاوك في زوز مسلسلات الأكابر ووردة وكتاب علاش الاختيار هذا نتاع زوز مسلسلات برشا ممثلين يقول لك أنا يا خويا نخدم مسلسل واحد ونركز فيه أكثر ما نخدمش زوز وثما اللي يختار باش يخدم عمل أو أكثر يفركس يقول لك لعل هذا ما ينجحش ينجح لي الآخر لعل ثم عباد زاد على الفلوس كل واحد كيفاش يخمم بلال كيفاش يخمم لا ما هيش حكايه فلوس ولا حكايه عمل باش يمشي وعمل مش باش يمشي بلوتو حكايه اوبورتونيتي وحكايه صدفه كما 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 كان يحكي اسامه انا عيطولي في ورده وكتاب من ديسمبر معناتها في الكاستينج ايما بروبوزي معناتها الرول نتاع محمد علي اللي قاعدين نشوفوا فيه توا والرول هذا معناتها يمشي وباش يتقدم باش يتطور ورول بروفون على الاخر معناتها عميق برشا 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 في احساسه في 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 ذاته البيرسوناج هذا فريمون معناتها مسكين مدمر يسخف اللي تحبوا عليه انتم مازلتوا باش تتبعوا برشا احداث دراميه مزيانه وشبابه برشا 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 غير انه مديح بالعيد اتصل بيا معناتها ديرنيرمون وحكي لي على الاكابر وغيرمون معناتها كانت صدفه كبيره ياسر خاطر انا حبيت نخدم مع مديح عندي برشا من عوره الهوايه حبيت نخدم معاه مديح ما لقيتش الفرصه باش نخدم معاه وطلبني في الاكابر على ان غول تحفون مزيان معناتها سي با ان بروميير غول مي غول تحفون بارمي لي بروميير رول معناتها في جينيريك دو بو نلقاو بلال من العباد اللي تحط في لي بروميير رول داروا المسلسل كله فيه 10 شخصيات كبيره اكزاكتومون اكزاكتومون بلوس كو 12 بيرسوناج هو راهو هو كي نجي نشوفوا راهو فماش ان بروميير رول ولا ان بتي رول ولا ان كرون رول فما ان كرون كوميديان ولا ان بتي كوميديان معناتها هذايا راهو معناتها الكوميديان يفرض روحه بتمثيله بالخدمه نتاعو وكل شيء دونك دوكو قلت اي خاطر حبيت نخدم مع مديح والحمد لله خدمت معاه خاطر فريمون فرصه كبيره ياسر جاتني وياسر فخور معناتها اللي خدمت معاه مديح بالعيد في المخرجين الكبار في تونس المخرجين الكبار المخرجين اللي واصلين توا في تونس فوالا دونك بالنسبه للرول نتاعك في ورده وكتاب قلت لنا محمد علي الرول اللي باش يتطور ويصرى بكري كونفيرما كبراسها تقول وي كابا فان الكلمه ليك